تتواصل فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية، تضعين في أجواء المهرجان تفاصيل المهرجان، الحاضرين والفعاليات. نعم إلهام، بعد التحية بالفعل نتابع معكم بالتحديد من سور القاهرة أو من مسرح سور السور الشمالي فعاليات مهرجان الطبول الدولي وأيضا الفنون التراثية. هذا المهرجان الذي يقام في دورته العاشرة ويستمر حتى 2 يونيو المقبل تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. الحقيقة أن الفعاليات تقام في عدد كبير من الأماكن المتنوعة والمختلفة بالتوازي في نفس التوقيت، فإلى جانب مسرح السور الشمالي أيضا تقام في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية وأيضا الحديقة الثقافية بالسيدة زينب إلى جانب مركز الطفل الحضارة والإبداع وأيضا تقام في أيضا بيت السناري. الحقيقة إن الفعاليات مختلفة ومتنوعة بمشاركة عدد كبير من الدول، نتحدث عن اليونان، الهند، جنوب السودان، فلسطين، إلى جانب أيضا الفرق المصرية التي تشارك بشكل كبير طوال أيام هذا المهرجان في كل الفعاليات. نتحدث عن إجمالي أكثر من 260 فرقة تشارك على مدار الدورات السابقة ومدار السنوات السابقة من 160 دولة حول العالم. كل هذه الدول وكل هذه الفرق جاءت من أجل عرض الموسيقى الخاصة بها والثقافة الخاصة بها أمام الجمهور المصري الذي يتفاعل بشكل كبير خلال كل هذه الفعاليات. إذا تحدثنا بشكل خاص عن فعاليات اليوم، فهي اليوم ممتلئ ومليء بالفعاليات المتنوعة. هنا في المكان الذي نقف فيه هناك عروض تقدم من سريلانكا وأيضا فرقة إندونيسيا للآلات الشعبية إلى جانب فرقة رضا للفنون الشعبية. أيضا إذا تحدثنا عن الحديقة الثقافية تشارك فرق من جنوب السودان وفلسطين. الحقيقة في تنوع في الفرق المشاركة وحضور كبير بالتأكيد من الجماهير، الحضور بشكل مجاني. الفعاليات تبدأ من شكرا جزيلا جرمين إبراهيم على هذه التفاصيل لمهرجان الطبول في خدمة السلام.